حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده اليوم مليئه بالحماس ما شاء الله، مليئه بالتفاؤل والاشياء الجميله. اليوم معاكم يعطيهم العافيه، راح نكون احنا وياكم اليوم في حلقه خاصه، موضوع خاص. اليوم قلنا لهم لو خيروكم يعني انه كل واحده فيكم معاها يعني خلينا نقول عصا سحريه، ايش انت حتسوين او ايش انت حتسوي يعني اليوم لو صار معك عصا سحريه وتقدر انك تسوي حاجه؟ خلينا نشوف اليوم احنا وياكم الموجودين معنا ونتعرف على الموجودين معنا اليوم في حلقتنا ونشوف اسمائهم ونعرف اليوم وش حابين يصيرون. تفضل. وانت يا فاطمه. يا مرحبا، حياك الله. تفضل. يا مرحبا، حياك الله. مريم الجليفي. ونعم العسل. ونعم ايش؟ تمار الزام. ونعم. وانت يا حبيبتي تفضلي. لي ثلاث اسامي. لا اول ابغى اسم حقك. الاسم الاسم الاول لحظه انت خفجي وانت لا 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 اسمعي خولي فيصل انا عندي عزيز خلاص وانت الاسم الثالث ملكه في التواضع وانت يا حبيبتي قلت واو وانت يا حبيبه لا شو اسمك الحقيقي يعني اسطوره عندي شيء لا لا تكبرت علينا. طيب اليوم احنا موضوعنا لو خيروكم لو اعطوكم عصا مثلا وجلدوكم فيها لا لا امنياتكم قالوا اليوم بنصير بنعطيكم امنيات لو معك امنيات انت ايش ممكن تسوي؟ تفضل من هناك يلا امنيتي هذا عصاي يلا تصير عندي ملايين ريالات ملايين ريالات ملايين ريالات 500 ريال 500 ريال شو 500 ريال والمليون يعني قصدك؟ ايه انت ناجح في الرياضيات حبيبي؟ لا 500 مليون يعني انت تبغى مليون الريالات إيه؟ ريالات بس مليون عددها إيه؟ حلو وش بعد؟ وسياره لامبورجيني سياره ولا سياره؟ سياره سياره ايوه سياره بس سياره لامبورجيني إيه؟ بس غيره؟ قصر قصر ايه ايش تسوي في القصر ذا؟ اسبح فيه تسبح فيه؟ ايه قصر عشان يسبح وانت يا ضاري يلا نشوف ضاري انا لو اعطاني امنيات بطلب اول امنية ان يصير عندي استراحة 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 اه انت انت ما شاء الله بزنس من بدري استراحة شباب ها تأجلها على الشباب ايه شو تسوي استراحة؟ ها شو تسوون؟ اعزم اخوياي حلو واعزمك حتى انت تعزمني انا؟ يا لب قلبك بس انا ما اجي عزيمة يعني كذا ببلاش فلوس لا خلاص ما بيك لا لا تجيب بلاش انزعج ايه طيب بس ايش بتسوين اذا عزمتني؟ ايش تحطوني في استراحه؟ ذبيحه حركات ذبيحه مفطحات خربيط ما ناكل احنا مسوين دايت مسوين دايت مطاعم بس لا سلطه حط نواشف جيب سلطه سلطه وخلاص طيب بعدين وهذا وقصر حط بطازيز لنا من القصيم صح؟ ايه ونعم مرة تحطون مطازيز واكلات قصيم؟ ايه وش اكلات القصيم عندكم؟ رز ايه؟ خلنا نشوف خلنا نشوف ايش عندهم ادام 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 قرصان قرصان جريش وين مطازيز وين الكليجة وش هذا اللي يعني. طيب بعدين وقصر وقصر وخدام اوه تحب الخدمة والله ما تخدم نفسك يعني بنفسك احسن اتعب ها؟ اتعب وانت يا حبيبتي يلا تفضلي انا اول شيء ابغى يكون بيت يتحول الى قصر ثاني شيء ابغى يصير عندي ملايين الفلوس حلو ثالث شيء ابغى يعني يصير عندي في البيت كذا مسبح بعدين غرفة يعني غير فيها ملابسي غرفة نوم بعدين بعدين يصير يعني بيت وانت تبغى غرفة النوم بس انت تبغى غرفة النوم في المسبح ولا في السطح؟ لا مطلة على المملكة العربية السعودية الرياض اي مطلة كذا حلو بعدين بعدين يعني كذا كل ما طفشت اروح اتسبح كل ما يعني يعني جاني الطلب او شيء اروح كذا جاك طلب إيه؟ ما شاء الله يعني يجون يقولون حسيت انك سندويش انت جاك طلب يعني وش وجبه انت لا يعني اذا احد طلبني اصور معه فاجي اه حلو يعني اتمنى اني اكون مشهوره ما شاء الله وانت يا حبيبتي؟ اول شيء يكون عندي 900 مليون 900 مليون مليون مره واحده حلو بعدين خلينا نشوف 900 مليون لو معك 900 مليون تعطينا فلوس توزعي علينا؟ لا ما توزعين بعد؟ لا لا طيب بعدين
بعدين؟ بعدين يكون عندي قصر. ايوه. يكون عندنا سيارة لمبرجيني. لمبرجيني. بس. طيب 900 مليون ايش بتسوون فيها؟ الحين جيناك وعطيناك 900 مليون ايش بتسوون فيها؟ ما ادري ايش تسوي. وانت يا تمارا؟ أول شيء بسوي ديزني. ايه. لا. ايه. بسوي ديزني لاند. ايه. وبخلي عندي قصر. ايه خلوها كل واحدة ما حد يتدخل في الموضوع الثاني يلا. وراح عندي قصر اكبر كبير مرة وراح احط فيه مسبح كبير. لاند. وش بعد؟ راند ما تغششين احد، اللي بيغشش احد ترى بتمره، ما راح اسمع منه امنيات وش يصير. يا راح اخلي عندي درج. تشترين ديدسل؟ لا الا عشان مو بتروبات لا 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 تشترين ديدسل عشان تحملين العلف وتودين الغنم حقين. لا 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 بعدين بحط عشب ورز وخدمتين يدون يسقونه بس. وبعد؟ بس. وانت يا خوخ؟ ما نبكي بتسوي المزرعة كلها خوخ؟ يلا ها وش تتمنين؟ يلا قولي يلا. بعدين لما يبي تسوي بدال ما تكون في الحياة بالسيارة تكون تركب السيارة. ايه. عشان تسوي حواجز وكذا راح اخليها تعرف عربية باربي زي الحصان يجيك ذيك يعني عربية باربي حصان كذا حصان يعني معلق عليه يعني ما اتكلم خلاص زي سندريلا وخلاص يا لك نفس حق سندريلا هذيك العرب ايه كل الناس يصير عندهم نفس كذا ما راح اناظرك من نظر الكاميرا ايه وراح اتمنى بعد اني اغير مثلا ايوه خلاص تغيري وشو تغيري شعرك اغير شيء فيني خلينا طويلين بعدين طلع العيون خلاص اي بعدين خلاص ايوه ايوه وش تغيرين؟ اطول روح مرال خلاص خلاص يلا برجع لك يلا وي مرال ما راح اتكلم خلاص اول شيء مبروك القصه الجديده انت قصه لحظه قصه الزديه صح؟ لا قصه باي لا قصه القصه قصه الزديه باي من ورا يلا خلاص يلا اوكي كملي وش ودك؟ اظن قلت شيء عشان اكمل يلا قولي اكمل يمين كملي يلا يلا بكون عندي بغير شيء ما راح اخليها لا عربيه ولا شيء بخليها طيارات طياره ايه كذا طيارات وبغير طبعا بغير المحلات ايه ابغى اخليها محلات كبيره مو محلات صنطوطه كل واحد في الطابور فس علي ايوه ايوه بعدين بعدين لا طلعوني يا جماعه انا قاعد ارد لهم يعني ارد لهم كل يوم يطفشوني فاليوم انا ايوه بعدين طلع اوكي يلا ايوه ثم تجيب لي قصر كبير مره ثم انا يعني بغير الاسواق ما ابغى في اسواق ابغى كذا يكون في حبل وهنا الملابس بس كل واحد يجي ياخذ شوف يجي ياخذ على طول بفلوس مجانا بالفلوس مجانا حلو بعدين غير خليك كل شيء خليه انا ما راح اقول لك يا رن ما راح اسالك ترى كذا يعني كل واحدة تاخذ ببلاش مثلا جت رند معها طياره رند هي اللي تسوق الطياره تسوق طياره رند هي خلاها تسوق سيكل عشان تسوق طياره بعدين طيب هي تسوق الطياره وجت خذت يعني هي عندها تعرف وش تسوق هي؟ عرفت السيكل هذاك اللي تركب وتلف برجلينها؟ هذاك بس اللي تعرف له انا الحاله اي بعدين يا ميرال دندرات تنزل هنا كذا شيء رجال طبعا ميرال ما تقدر توصل اذا ركبت سيكل ما تقدر توصل رجلها ما توصل الا اقدر اني اقدر اوصل لا اذا كان تخيل بعدين ايوه واغير ما كل قلت لك ما خلي في اسواق طبعا البرامج اللي نفس هذا البرنامج ما ابغى في برامج ابغى كذا قدام الناس في الشارع قاعدين يسوونه والناس يطلعونه فاضينك الناس يطلعونك علمك ليه؟ فاضينك يطلعونك يعني بيجون عشان ما يروحون يجون لا ميرال اقول لك ليش تفعل؟ عشان ما تبغى الناس تتعب عيوب
حلو. يعني ما يقدروا الجوال طول الوقت. الواتساب ما عندهم، ما عندهم حتى الجوائفونات ما عندهم. الواتساب قدامهم. شو اسمه الواتساب؟ هم قاعدة تتكلم كذا قدامها. الواتساب ها؟ حلو. ما في كل، ما في كلمات، ما في مكالمات، ما في كل، أكل ما في أكل. إيش كلام؟ إيش كلام؟ إيش كلام؟ إيش كلام؟ ما في أكل؟ لا. كيف نفرق كلام؟ طيب قصدي يعني ما في مكالمة، ما في مكالمات. أيوة. وما في مطاعم، عشان المطاعم ما هي صحية، ما أبغى في مطاعم كذا، أبغى دبرة كدبرة، شيلي المطاعم بسرعة خشل، أبغى كل الناس. خلي مطاعم صحية. طيب أفرض إنك جئتي. ولا في طبخ ولا في شيء، لازم مطعم. لا مطاعم بس كل شيء. المطعم يدفع فلوسنا على فاضي. ليه؟ طبخ بيت بيت. واذا 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 انا كنت لحالي بالبيت ما بطلع تفاح اقطع. ايه؟ او اكل التفاح وهي دائره ما ادري. يعني ما كنت اكلتي من المطاعم انت؟ الا انا اميره المطاعم. بعد؟ ايوه لكن انا غدائي عشاي. وانت يا رند ايش يلا الحين وش ودك؟ يلا قولي يلا قولي شو ودك يلا. قولي. أنا أبغى أغير أشياء اللي فيكم أنتم يعني، يعني مثلاً خولة ميرال، ميرال مزعجة إيه؟ يعني كل شيء كل صفاتها حلوة بس إيه بس بس كل معي بينكسر. أيوة بعدين لا ضرس هذا إيه؟ وضرسي كمان الله يكبر الدنيا كبرت. لا أنا خلص النطاح نايل عشان يطلع الجديد. كبرتوا كبرتوا ما شاء الله عليكم. كنتوا يوم كنتوا صغار عندنا ايش تسوون؟ كان اسنانهم مكسره تخيل. ما كان عندهم اسنان صرنت كانت اول معنى ما فيها ولا ضرس ولا سن. بس تقول تعرف ايش تقول رند اول؟ استاذ فهد استاذ فهد استاذ فهد. يلا بعدين اقول لهم جد 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 يلا خلاص باخر حلقه بعدين ماني فاضي. حلو يلا قولي ايش ودك كمان تغيرين؟ ممكن كيتشوز نفسك؟ لا عشان ما ابغى كيتشوز. لا لا خلاص يلا والله مش فاضي. نظري فيه نظر اجل نظر نظر عشان نفسك بناظر هناك شو نظر فيه يلا عشان باخذ من عندكم يا ضاري. او شو اسمه؟ او ميرا ابغى اغير فيها يعني انها ما تكون مزعجه تكون مؤدبه. حلو نفسك. طيب خلصنا كذا من امنياتكم، العالم هذا اللي انتم تعيشونه الحين، لو طلبنا منكم وش ودكم تغيرون في العالم؟ يا اخي يا اخي تفضل يا ضاري. انا؟ ايه لو احد طلب مني اغير العالم ايه؟ خلاص؟ بغير اول شيء البيوت. البيوت؟ ايه المكسره يعني. حلو ما شاء الله. وبخلي العالم اكبر عشان يصير واسع. وهذا ومدري. وانت يا حبيبي؟ بخلي كل شيء بريال واحد. بريال واحد؟ بريال واحد. حلو بخلي كل شيء. وانت يا حبيبتي؟ انا اول شيء بحفر حفرة كبيرة مرة احط فيها مسبح يصير بحر واجيب اسمك اكبها يصير في عندنا بحر في الرياض. وانت يا قمر؟ انا شيء يكون يعني الدنيا كلها نظيفة طيب لو سألتكم سؤال معلش عشان الوقت بس بشكل سريع لو سألتكم سؤال كل واحد فيكم وده يغير شيء في نفسه وش يغير؟ تفضل يا حبيبي. صح تغير شيء في نفسك ايش؟ بدون ما حد يغشش الثالث ترى اي واحد بيغشش ما راح اساله راح اتعدى. اول شيء ضاري. يلا يا ضاري ايش ودك تغير في نفسك؟ انا؟ ايه رجلاني وجلينك؟ ايه طيب يعني اخليهم ما في تشوهات. لا ما في رجلينك ابغى اقصد ودك تغير شيء صفة فيه. صفة من صفات يعني شيء فيك يعني ايه هاي اصير ما اعصب كثير يعني اذا اخواني مثلا اخذوا اغراضي خلاص اعصب عليهم ما تبي تصير تعصب ايه وانت يا حبيبي ايش ودك كل صفة كل انسان عنده صفة مرات يسويها مثلا التعصيب يعصب بسرعة ويرضى بسرعة بس يقول يا ليتني انا مثلا ما اصير اعصب ما تعصب غيره واحدة مثلا نفسية واحدة نفسي يعني كذا نفسية ما يحب أي شيء ما يتقبل أي شيء يزعل بسرعة. أسمعك. يلا وش ودك تغيرين؟ أنا ودي أغير هذا. من نفسك يعني؟ إيه من نفسي هذه صفة يا أخي. إيش؟ ودي بأنفجر عند النوم لازم 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 أهاجس. فكرين؟ إيه أفكر. ما شاء الله عليك عندك من المشاريع اللي عندك ذا 900 مليون مدري كم تبينها وذا القصر وذا المسبح اللي في بيتك ومدري في قصرك مدري. شو تسين فيه؟ ادري هاجس وشو فيش
خايفة يعني إني أحد يزرفني. يزرفك؟ إيه. ماذا يزرفك؟ يسرقني. يسرقك. يسرقك. اللغة العربية إننا نتكلم. لا أقصد يسرقك يعني. يزرفك إحنا نعرف إنه يزرفك بس في ناس كثير ما يدرون وش يزرفك. يعني بعدين. طيب. إيه. بعدين يعني لأن جيت مثلاً وهاجس خايفة إني أموت. تموتين؟ إيه. بسم الله عليك. كلنا 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 حنموت يعني في الأخير صح ولا؟ كلكم بتموتون يعني ما تدري ممكن واحدة فيكم الحين تموت. أنا أكبر عشان هي قال المسرطة حروب عالمية صارت تنتين باقي الأول باقي واحدة إذا صارت تجي يوم القيامة ونموت كلنا صح الله يعطيك العافية. طيب وانتي ايش بعد؟ حروب عالمية باقي واحدة عشان يجي يوم القيامة وانت أي حرب الكفار مع المسلمين. يلا يا خولة الكلام خلينا بموضوعنا يلا رند بس راح يفوز المسلمين. يلا بعدين اكتب بالقران. بعدين اول شيء خلصنا صح ها بعدين اذا خلصنا يعني خلص خلاص من المهاجس اقعد يعني في صفه اعصب بسرعه يعني اي احد ياخذ اغراضي يقول خليها. طيب يعطيك العافيه انت بشكل سريع بس معليش وانت اني اكون طويله طويله بس لا صفة فيك يعني صفة فيك مو حلوة ما شيء ودك تغيري وانت يا تمارا البرود اللي فيك باردة هماني لا أبي أغير فيني الجهر الجهر فنجرين وانت يا خولة ما في شيء غيره كامل الكامل الله لا ما في حد كامل ما في حد كامل إلا وجه الله ها وانت يا ميران أنا بقول شيء طبعا وش ودك تغيري من نفسك شيء كذا أنا شيء. مثلا انا ابغى اغير القصه حقتك ابغى اغير انا ابغى اغير شيء من اخوي صراحه ما لي دخل باخوك انا الا طب انا بقول شيء انا ما في شيء عشان اغير مني الا ابغى اطول شعري طيب ان شاء الله اطول شعرك طب انا بقول بس انت ليش ما تطول شعرك؟ خاف يطول شعرك بعدين يعكرف لك ما تقدر تمشي تمشي تطيحين أنا بغير خلوا نروح الفاصل نرجع لكم بعد الفاصل العالم كله شايفنا احنا الاطفال الشطار شايفنا احنا الاطفال الشطار حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم احنا عندنا فقره خاصه مع المبدعين اليوم جوري ومحمد العياشي موهبه ليش؟ اليعيش اليعيش ما شاء الله ونعم الله فيكم حياكم الله اليوم عندنا موهبة جميلة تاج الشيباني انت قاعد في الكنترول تذب علينا انتم مصورين اللي عندك ترى الحين يمين بالله خلي كل الصغار يدخل عليك في الكنترول هذا طيب اليوم موهبة عندنا جميلة ومميزة بس واضح فشلون؟ ورينا شوف لا هم اسمهم اليعيش عندنا مواهب هنا موهب لا هنا عندنا مواهب طال عمرك فاليوم معانا جوري ومحمد حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم اليوم ومنورينا في صغار ستار الله يعطيكم العافيه اليوم انتم عندكم موهبه الانشاد صح؟ اصواتكم جميله من نبدا معنا؟ نبدا مع محمد ولا جوري؟ محمد ها؟ يلا يا محمد تفضل طبعا المخرج اليوم فهد شيباني متعود على الكسرات يعني ما ادري شو عادي تبغى تسوي يعني نشوف يمكن ما يهم نلعب ميكي ماوس واضح تفضل تبي كسرات؟ لا المخرج عندنا اليوم فهد شيباني يسمع كسرات ايوه ابو فيصل ولا يلا سبعت مصري انا حقك باقي القران سبعت اصبر انا كويس تقرا سبعت شوف اصبر مقطوع سب بسم الله قل ايوه المدرسه قم فانظر ربك فكبر ثيابك فطهر وجهك فلا تمنن تستكثر خير ربك فاصبر فاذا نظر في النار وذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير طرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا انه يطمع ان ازيدا كلا اذا بلغت الفراق وقيل من راق وظن انه الفراق
ارتفع ساق بساقين ومساق. يا سلام عليك، يعطيك العافيه محمد، ما شاء الله على القراءة الجميلة. بس احنا نقول نسمع القرآن نسمع له صح؟ انا اسمع قاعد اقرأ. واذا قرأ عليكم القرآن استمع استمع وانصتوا. طيب وانت يا جولي ايش اليوم عندك ما شاء الله؟ ابشر تفضلي. كنت بعد صغيرة كتير، احلامي اكبر مني، بدي انجح بدي اصير دكتورة وما في مني. كنت بعد صغيرة كتير، احلامي اكبر مني، بدي انجح بدي اصير دكتورة وما في مني. مدرستي انا شو حبيتها، حتى كتبي ومألمتي، احلى بصفي قضيتها، بس كل فيها معلمتي. يا سلام عليكم، انتم في فرقة ما شاء الله صح؟ ايش اسم فرقتكم؟ اطفال الاحلام. ما شاء الله اطفال الاحلام مبدعين ما شاء الله مميزين. وين شاركتوا بالمهرجانات؟ شاركت شاركت اشياء كثيرة وطوعت اشياء كثيرة. شاركت مع فرقة شذرات الانشادي. ايوه. على مسرح بانوراما ومسرح شوفا مول. ما شاء الله. ومع فرقة اطفال الاحلام في عالم جمولي وفي قرناطة مول في اشياء كثيرة. ما شاء الله. ايش تقدمون في الفرقة؟ نقدم استعراضات. ما شاء الله حلو. وتشاركون في المهرجانات صح؟ ايه. طيب وش شعورك لما يوم من الايام تشاركين في المهرجان وتشوفين الناس يعني يتابعونك ويصورونكم؟ استانس مرة و يعني احس بشعور حلو. ما شاء الله حلو. وانت يا حمودي تشارك مع اختك في الفرقة؟ ايه. وش تسوي؟ اشارك وانشد واستعرض. ما شاء الله. طيب ممكن نسمع اناشيد من عندك؟ مملكتنا. ها؟ مملكتنا. تفضل امرك. مملكتنا حبها فينا سطع، يا وطن في قلوبنا وضع كبير، على حد منا عليك ولا عطى، الله اللي عازق وخيرك كثير، الله اللي عازق وخيرك كثير. يا سلام عليك. طيب اليوم يا جوري ما شاء الله عليك في صغار ستار وجاي، هذه الصغيرة وش اسمها اللي معاكم؟ جمانة. ها؟ شو اسمك؟ جمانة. جمانة، كيف حالك يا جمانة؟ طيبة. تشوفين اختك وهي تسوي اناشيد تستعرض؟ ودك تصيري مثلها؟ وش ودك تصيرين؟ استعرض. ها؟ استعرض. ما شاء الله، برضو لكم اعمال تطوعية صح ولا يا جوري؟ إيه؟ وش الاعمال التطوعية سويتوها؟ شاركنا مع نواة الخير. أيوة. يعني نعطي الفقراء اغراض ونوزع لهم اغراض مدرسيه بعد واشياء كثيره. ما شاء الله. وش اول عمل بديتوا فيه في التطوع؟ متى؟ كم كان عمرك؟ قبل سنتين. ما شاء الله حلو. واليوم ما شاء الله يعني متواصله في التطوع في الاعمال التطوعيه. إيه؟ عندكم ان شاء الله بعدين اشياء طوعيه تسوونها ان شاء الله، تاخذونا معاكم حنا في صغار ستان نغطي لكم. ايه يلا ان شاء الله لازم تنادونا. ها طيب ايش طموحاتكم ان شاء الله بكره نشوفكم؟ ايش ان شاء الله؟ اصير دكتوره وعالج المرضى. ما شاء الله. وانت يا حمودي؟ اصير شرطي واحمي البلد. ما شاء الله عليكم، هذا الطموح الجميل اللي يقول والله تبغى تصير دكتوره، وهذا يقول ابغى والله حمودي يقول ابغى اصير عسكري ويحمي الوطن. طيب من اللي يدعمكم؟ من اللي قاعد يقدم لكم دعم؟ ماما. ماما الله يحفظها ان شاء الله. ايش حابه تقول ماما اليوم؟ احب اشكر ماما لانها سوت لي كل شيء قدرت عليه ووصلتني لهذه المرحله. حلو الله يعطيك العافيه، شكرا. حابه تقول شيء يا محمد قبل ما نختم؟ قول يلا. الله يخلي امي تعرف الجنه. شلون؟ الله يخلي لها انها دعمتنا. الله يخليها ان شاء الله وجعلها في الجنه ان شاء الله. طيب حابين تسالونهم يا بنات اليوم، حابه تسالهم يضاري عن موهبتهم؟ ايوه يلا قول. بي هذا وش اسم الفرق اللي سجلتوا فيها؟ يعني دخلتوا فيها وبتلتوا ما جلستوا؟ اطفال الاحلام. تعيد السؤال يعني وكيف؟ ها؟ تعيد السؤال. وش الاشياء وش الفرقه اللي سجلتوا فيها وبتلتوا فيها؟ وش الفرقه اللي سجلتوا فيها وقعدتوا وطولتوا فيها يعني؟ اطفال الاحلام. حلو، في سؤال ثاني عندك؟ عن اناشيدهم وكذا ومواهبهم؟ لا مرشدين واحدة مرشدة. يلا تفضل يا خالد. وش الانشيد اللي عجبتك في فرقتك يعني؟ فرقتي؟ شاد الورد.
شهد الورد. شهد الورد. غنيها غنيها. تفضل. شلون دخلتي؟ يعني كان عمرك كم؟ كيف دخلتي؟ قبل سنتين. يعني يوم كنت في ثالث اعراب. طيب لحظة شيطاني حاب تقول شيء تعليق على الموضوع؟ وش طال عمرك؟ تفضل لحظة خلاص اجلس. شوف طيب اصبري كنا مركز صح؟ اي صح مرة حلو. قطعته اي انقطع انقطع خلاص. اديك الكعكة لك شوف. انقطع انقطع صح. ايوه مرة انقطع. مرة تفضل يلا. شعوركم لما دخلتي الفرقة؟ شعوركم لما دخلتي الفرقة؟ شعرت جميل مرة واستانسنا وانبسطنا كثير. طيب ضاري عندك تعليق على عمرك؟ ترى حركة فضل. جديدة يعني. خلينا نشوف تعليق ضاري. أما تصوزي كيف؟ خلينا نشوف تعليق ضاري يا خولة ممكن؟ خولة؟ يلا تفضل. أنا إيش؟ شعركم مرة جميل يا رب يا رب تكبرون تجلسون على هذه الموهبة وأكثر. إن شاء الله. شكرا لكم يعطيكم العافية. يلا ضاري قول لهم فاصل ونرجع لكم. فاصل ونرجع لكم بعد فاصل. العالم كله شايفنا إحنا الأطفال الشطار. تلوين وفي كمان في قصص وفي تلوين الوجه. تشكر ربه ابدا لا تنسى والحمد لله وشكر لله والحمد لله وشكر لله. اني ورده بيضاء شكلي جميل يا محلى جماني لا من ابي يا اطفال يا شرطه لا ترموا الالعاب. وجاءت ماجدة يوم فأخبرتهما قائلة سأعود إلى وطني غدا. فنظر الطفلان إلى الفناء وتذكرا كيف كان قبل مجيء ماجي ممتلئا بالأشياء القديمة عديمة الفائدة. تأوه ديدي وهو يقول ولكن ماذا سنفعل بعد أن تركتنا؟ قال ميجي لقد أحضرت لكما هدية تذكر تذكر
تذكارية يمكنكما اللعب بها. ثم جاءت ماجي بعربة مليئة بأشياء مختلفة وكثيرة وأفرغتها أمامها. أسمع القصص. التركيب. عرفت أركب بالحيوانات والحروف. عرفت أركب بس شو اسمه بس ألف ونسيت وش بس خلني أتذكر نسيت وش سويت أنا الحيوانات حتى هي نسيتها أسد فيه موجود ها هرة إيه هرة موجودة و فيل فيه نمر ذئب بس والله اليوم احنا عندنا مسابقة مع الأولاد ومسابقة مع البنات. خليكم معنا جاهزين جاهزين بسمة جاهزين استعد ارفع خشمك. طيب بالله لو سمحتي روح سلمي على عبد القادر وتعالي. طيب اوكي يلا جاهزين ابشرك يا جماعه ترى على فكره يعني لحظه شوي بس عشان ما يزعلنا مخرجنا استاذ فهد الشيباني يعطيه العافيه ما يزعل صار يسمع بشركم شيرين وكاظم الساهر وام كلثوم يعطي العافية. طيب يلا ها شجر نملة حلوين فاهمين مسابقة احنا عندنا مسابقة الشجرة ومسابقة النملة بحر لا لا شمس مطر يلا فاهمين الحين مسابقة شجرة نملة حلو يا سلام عليكم شيء شيء في خاطري ودي أقوله كل ما رحت لم المزرعة لقيت شجرة يا سلام طبعا الشجرة فيها يعني مثلا نمل يعني شو اسمك؟ تفضل تفضل تحية قوية تمارا تحية قوية يلا يلا شوف احنا وياكم النونو وين نوم؟ وين نوم النونو؟ احنا ناخذ دائما يعني واحنا جالسين بعض الأحيان ها؟ بالشجرة صح النملة النملة في الشجرة النملة في الشجرة شو اسمك؟ شو اسمك؟ ها ايش اسمك؟ نملة النملة في الشجرة النملة في الشجرة النملة في الشجرة حلو لأن احنا عندنا مسابقة النملة لا شجرة نملة شو اسمك أنت؟ سلمى عبد القادر يعطيك العافية تحية قوية لها تحية تحية يلا تحية قوية تحية تحية يلا ها شجرة نملة 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 شجرة حلوين شو اسمك أنت؟ مينس تعرفين تعال تعال خليني اسولف انا وياك يا نوانا تعرفين مسابقة النملة؟ حلو مسابقة النملة اللي احنا نسويها في صغار ستار النملة اي النملة النملة شو اسمك يا ابوي؟ انا؟ ايه ضاري تفضل يعطيك العافية تحية قوية ضاري شو اسمك يا قلبي؟ محمد يلا يا محمد تحية قوية لهم يلا نشوف من ما يصفق يلا نشوف من حيشوف من حيفوز معانا شجرة يا سلام عليكم نم لا 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 مع السلامة خلاص تحية قوية خولة يعطيها العافية يلا لا لا شجرة نملة
نمل. ايوه ان نقول نمل نوقف بسرعه. خلاص شجره. واخلي يدك عن يدها ترى تطلعون برا. خلاص يلا شجره. حلوين. نمله. حلو. نمله. شو اسمك؟ شو اسمك؟ يلا تفضلي تفضلي تطلعين. يلا 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 نمله. يا سلام عليكم. خلاص نمله. يلا يلا شجره. شجره. حلو شجره. تعال تعال شو اسمك انت؟ نعم تحية قوية يا جماعة. يلا تحية قوية. لا تحية قوية انتبه يا اخوي عبد القادر. طيب ها يلا شوف ها شجرة. لا خليك معنا شجرة. ايوه حلو. نملة. حلوين. اذا قلت نملة نجلس واذا قلت نملة نوقف. نوقف نملة شجرة. نملة 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 شجرة 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 نملة. حلو وعكسك. يلا خلاص نملة. حلوين. يا سلام عليكم ما زلتوا الحين يعني كويسين. يلا شجرة نملة نملة. شو اسمك يا بوي؟ تحية قوية. تحية استاذ. تحية عضو. تحية اي واحد يطلع عضو. تحية. يلا باقي معنا شو اسمك؟ جوري. يا خلكم واقفين شجرة. حلو شجرة نملة. حلوين. نملة شجرة نملة شجرة نملة شجرة نملة شجرة نملة شجرة نملة شجرة. يعطيك العافية. تفضلي. فازت معانا مين؟ ألف مبروك الجوري. تحية قوية الجوري. يعطيه العافية. يلا تعالوا معنا هنا. وصلنا احنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا تفضلي بقى. العب حلوة ومفيدة وتنال رضايا وأعلى.